يمكن بدكتور هشام على مسألة الأولويات ما بين التنمية والاقتصاد. طيب، هو مؤكد أنه قبيل قبول استقالة الحكومة اللي هي كان فيه ضغوط في الشارع، هي كان حجم التحديات على المواطن كانت كبيرة، درجة الرضا الحقيقة ما كانتش عالية، وفي ضوء ده الحقيقة السيد الرئيس استجاب على، مش هقول على الفور، لكن استجاب الحقيقة في ظروف أو في توقيتات كان بيرى أنه هي التوقيتات الأفضل، والحقيقة تم تغيير الحكومة. بعد إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي يمكن الحقيقة حالة التفاؤل انخفضت نسبيا، لأنه مش هيبقى فيه تغيير جذري، بس بعد التشكيل الفعلي تغيير الحقيقة واسع وكبير، مش بس في الأسماء لكن كمان في دمج وزارات وفصل واستحداث، فالحقيقة حالة التفاؤل ارتفعت وبشدة. وأتصور أنه بيان الحكومة كان ترجمة حقيقية للتكليفات اللي أعطيت من السيد رئيس الحكومة، والحقيقة كان بتدور في أمرين هامين للغاية، وكلا الأمرين الحقيقة تم استحداث بالنسبة لهم هيكل جديد. بنتكلم على التنمية البشرية، وعندنا منصب جديد هو نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وتم تكليف وزير الصحة الحالي اللي هو وزير التعليم العالي السابق، وبالتالي هو أقدر من يستطيع أن يقوم بهذه المسألة، اقتناعا من السيد الرئيس ومن الدولة أنه التنمية قوامها الأساسي العنصر البشري. يعني ما فيش تنمية مستدامة. يعني ايه تنمية مستدامة؟ يعني أقدر أعمل معدل نمو اقتصادي لفترة زمنية بعيدة، معدل نمو مرتفع. النمو بيختلف عن التنمية، أنه النمو ممكن أعمله من قطاعين ثلاثة، من محافظتين ثلاثة، من فئات معينة من المجتمع، لكن التنمية لازم كل قطاعات النشاط الاقتصادي تتحرك معايا، كل المحافظات تتحرك معايا، كل فئات المجتمع تتحرك معايا، وبالتالي الكل يستفيد. لأنه النمو الاقتصادي مش بالضرورة أنه الكل يستفيد منه، لكن التنمية لازم الكل يستفيد منه. وبالتالي هو ده التوجه الأساسي، أنه لازم يكون عندنا تنمية، وعلشان لو اعتمدنا على قطاعين ثلاثة، ولو القطاعين ثلاثة دول واجههم تحديات، فبالتأكيد الوضع الاقتصادي بيتعصب. وبالتالي ازاي يكون عندنا تنمية فيها قطاعات أساسية، اللي هي الحقيقة تضمنها برنامج الصالق الهيكل اللي احنا بدينا فيه 2019، اللي هي التحديات الخارجية ضغطت علينا بشكل كبير وما قدرناش ان احنا الحقيقة ننجز فيه، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيضاف اليوم قطاع السياحة باعتباره انه قطاع مهم جدا عشان بيشغل عمالة، بيعمل بيساعد عملية التنمية الاقتصادية، وبيولد نقد أجنبي بشكل كبير، وبالتالي بيأمن الوضع الاقتصادي وما يخليش الدولة تلجأ كل عدد من السنوات أنها تعمل استكمال للإصلاح الاقتصادي وتحرير لقيمة العملة، وبالتالي ده بيخلق ضغوط على القيمة الشرائية، مستوى معيشة المواطنين وما إلى ذلك. فالتوجه الأولاني أنه يكون عندنا نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية. التوجه الثاني هو أيضا نائب رئيس وزراء للتنمية الصناعية، لأنه الحقيقة التنمية الصناعية الملف اللي إذا ما نجحنا فيه أتصور أنه مصر هتكون في مكانة تانية خالص، لأن احنا الحقيقة التنمية العقارية كانت ماشية بشكل طيب للغاية، بنتكلم على مدن جديدة، بنتكلم على عاصمة جديدة، بنتكلم على ساحل شمالي إن شاء الله هيكون منافس بشكل كبير، مش بس لسواحل البحر الأحمر، لكن هيكون منافس بشكل كبير لكل الدول المطلة على البحر المتوسط، مش بس شمال أفريقيا لكن كمان جنوب أوروبا، دول شمال المتوسط بالضبط. وبالتالي فكرة التنمية الصناعية لما يكون لدينا فيها تنمية حقيقية، هي دي اللي هتأمن قاعدة إنتاجية قوية، هي دي اللي هتستطيع أن تمكننا من إحلال الواردات، هي دي اللي هتمكننا من أرقام صادرات بنستهدفها، لأنه هي دي اللي هتكون العنصر الأساسي المولد للنقد الأجنبي. وبالتالي فكرة الضغط اللي احنا بنبقى فيه كل عدد من السنوات فيما يتعلق بالعملة، شح العملة مش موجود، بنضطر إن احنا نعمل تخفيض لقيمة العملة. الحقيقة أتصور إنه إذا ما نجحنا في هذين الملفين على وجه التحديد، التنمية الصناعية والتنمية البشرية، أتصور إنه الوضع الاقتصادي سيتغير كثيرا.